بالدورة العشرين مر عقدين من الزمن لانعقاد هذا المنتدى، منتدى الإعلام العربي، امتياز لكل شخص يدعى إلى أرض دبي، جامعة المواهب العربية والمقدرة لهذه المواهب. نحن هنا اليوم حتى نتبادل الخبرات، نناقش مستقبل الإعلام ونستقي دروس من واقع الإعلام. كل الندوات سواء كانت سياسية أو إعلامية بحت أو النقاش في جدليات استمرار الإعلام التقليدي والتخابط أو الصراع مع المنصات البديلة، كلها تجدي نفعاً للمبتدئ والمحترف هنا في منتدى الإعلام في دبي. أنا سعيد كتير بالندوة اللي رح اليوم بإذن الله الساعة 1:30 دير جلسة بعنوان الدراما على عرشها، حتى نناقش هذا الصراع بين الشاشات البديلة. يعني في كتير منصات تقدم دراما، كيف الدراما العربية تستحوذ على انتباه واستحسان المشاهد من خلال انتاجات ضخمة يسعون المنتجون إلى أنه يقدموها للمشاهد العربي، وأيضا صراعات النجوم، صراعات الممثلين والطاقات. فرح تكون الندوة بحضور أستاذ صادق الصباح من لبنان، النجمة سيرين عبد النور من لبنان، النجم عابد فهد من سوريا، والسيدة سارة جرمن من تلفزيون دبي. فكل النقاشات إن شاء الله تثمر حتى نقدر نرتقي بواقع الإعلام ومستقبل هذا المجال، نسلمه لجيل ناشئ يستأهل أنه يكون عنده فكر نير وصورة مضيئة.